إذن سي حركة عضو المجلس الجماعي لمدينة المحمدية عن فريق الأصالة والمعاصرة المعارض بالمجلس، انتهزوا هذه الفرصة هذه وبعيدا عن الرياضة، يعني كيف كتشوف تسيير جماعة المحمدية من خلال الرئيسة السيدة إيمان صابر؟ وفي الحقيقة هناك عدة مشاكل مدينة المحمدية، فهناك كاين تعبيد ديال الطرقات، ففي حق الطرقات الكل يشتكي، الساكنه كلها تشتكي من جميع الطرقات اللي هي في حقيقه خاص شويه ديال الاهتمام بسميتو، وكذلك حتى الشان الثقافي حتى الشان الرياضي. ففي الحقيقه هناك الاخوان اللي هما عندهم تفويض ديال في الشان الرياضي وفي الشان الثقافي، فخصهم تكون واحد الالتفاته ويكون واحد المجموعه ديال، وكذلك ما نساوش الصناعه التقليديه، فخص يكون واحد الاهتمام ديال الصناع التقليدي من المحمديه، خص هناك معارض، خص هناك واحد المجموعه ديال الفضاءات اللي خص حتى المجلس البلدي يخلقها. جينا اكثر من سنتين يعني غياب، صراحه غياب المعارض بصفه عامه وخاصه المعارض ديال الصناعه التقليديه. والكل يعلم منذ كان تولينا للرئاسه ديال الغرفه ديال الصناعه التقليديه ديال الدار البيضاء الكبرى، فالمدينه المحمديه كانت حافله بواحد المجموعه ديال المعارض، كانت معارض اللي في الحقيقه كان الكل كيساهم فيها، لا سلطات محليه ولا مجلس البلدي في شخص السيد رئيس مجلس البلدي السي الحاج محمد المفضل، وكذلك مجلس العماله في شخص السي محمد العطواني، وكذلك السادة العمال السابقون السي الشقاف السي سيد العامل السي دادس، الكل كانوا مساهمين، وكذلك السادة الوزراء، لا ننسوا السيد وزير السيد أنيس بيرو السي عبد الصمد قيوح والسيدة فاطمة مروان، هادو كلهم وزراء ساهموا معنا في قطاع ديال الصناعة التقليدية والمساهمة ديالهم في المعارض في مدينة المحمدية. من طبيعة الحال الكل كانت المدينة نشطة، وجميع الصناع اللي في جهة ديال الدار البيضاء ولا مدينة المحمدية، وكذلك هناك كانت واحد المجموعة ديال الدعم للصناع التقليديين في إطار التدرج المهني، مساهمة ديالنا كغرفة في التدرج المهني، كذلك في واحد المجموعه ديال الاشياء للصناع التقليديين. الحمد لله الان راه حنا كاينه انطلاقه ديال في اواخر الشهر ان شاء الله، كاين واحد توزيع ديال واحد المجموعه ديال الملابس للصناع التقليديين في 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 حرفه الحداده، وكذلك كاين واحد المعرض اللي حنا ان شاء الله مقبلين عليه. وبهذه المناسبه اولا كاين هناك واحد الاشكال في مدينه في جماعه ديال عين حروده، الصناع ديال السوق البلدي كنستغل هذه الفرصه هذه، كانت لي الزياره في هذا الاحد للصناع التقليديين ديال الجماعه ديال عين حروده اللي هو السوق البلدي، اللي عندهم واحد المجموعه ديال المشاكل اللي كتفتقر لها هاد السوق هذا، اللي هي مراحيض الاناره وحتى واحد المدخل ديالهم ديال السوق فتم الاغلاق ديالو، فكان عندنا لقاء معهم اللي هم واحد 90 ديال الصناع التقليديين، ودرنا واحد الشكايه السيد المندوب الممثل للوزاره ديال الصناعه التقليديه، وكذلك حنا الان تمينا كتبنا واحد الشكايه للسيد العامل والسيد رئيس مجلس البلدي والسيد الباشا، فكلهم الان غادي نلحقوهم بهذه الشكايات للصناع التقليديين، وان شاء الله بهذه المناسبه وبهذا المنبر هذا كنطلبوا من السيد العامل باش يكون واحد اللجنه باش ان شاء الله باش يشوفوا هذا المكان هذا، راه الناس عندهم مشاكل كبيره تمايا. شكرا سي حركات ومسيره موفقه في المسيره ديالك. شكرا سي خالد، ميرسي.